تمام. حد بقى يجي يقول لي هو انت عماله تقولي لي علم وصف الارض، دي الجغرافيا قديما. طيب هو يعني ايه علم وصف الارض؟ حد عارف؟ حد ممكن يقول لي كده يعني ايه علم وصف الارض ديت؟ عارفين انتوا زي ان انا دلوقتي محمد يروح يفكر واحد صاحبه بان واحد ضربه زمان، يقول هو انت فاكر الولد الطويل العريض اللي ضربك قبل كده؟ يقول له اه يا عم ما تفكرنيش. فانا كده ايه، وصفته او فكرته بحاجه فانا وصفتها له، فهو ده علم وصف الارض. انا بوصف الحاجه، انا قلت ان هو طويل عريض، ما قلتش بقى كان لابس ساعتها تيشيرت مثلا لونه ازرق، ولا انه شعره طويل، ولا انه ولا. انا كل اللي انا قلته ايه، وصفته كده بصفة ايه، عامة. تمام. يبقى ده كده الجغرافيا ايه، قديما. كان في بقى زمان الرحالة، حد يسمع عن الرحالة دول او عارفينهم؟ أيوة، الرحالة اللي بينتقلوا من بلد لبلد. عاش. الرحالة دول اللي بيتنقلوا من بلد لبلد، كانوا كل ما بيمشوا في مكان بيروحوا جايبين كده الورق بتاعهم على الورق البردي، ويروحوا مثلا لاقيين جبل فبيروحوا راسمين جبل وكاتبين ان انا لقيت جبل في المنطقة دي. ماشيين شوية كمان لقوا اشجار فراحوا راسمين شجر. ماشيين شوية كمان لقوا هضبة فبيروحوا راسمين الهضبة، لحد ما كانوا بيطلعوا خريطة زي اللي قدامنا دي. شايفين الخريطة دي؟ دي الخريطة زمان اللي الرحالة كانوا بيطلعوها. يبقى أنا كده استكشفنا إيه من الجغرافيا زمان؟ إن الجغرافيا زمان دي كانت كل اللي بيعملوه إن هم بيوصفوا الأرض بس. أنا لاقي جبل أنا هروح إن أنا أرسم الجبل، أنا لاقي هضبة هرسم هضبة، أنا لاقي بحر أنا هرسم إن المنطقة دي فيها بحر. أي مكان كانوا بيزوروه أو بيروحوه الرحالة كانوا بيسجلوه على طول. تمام؟ لحد هنا في أي صعوبة؟ طيب ده كده كتبنا القديمة. خلاص بقى إحنا عايزين نشوف إحنا بقى دلوقتي الجغرافيا دي بقى عبارة عن إيه؟ ايه بقى حوار الجغرافيا الحديثة دي؟ سهلة جدا. طب ايه هي بقى؟ بتتكلم عن ايه؟ قال لي بتبدأ تحلل كل حاجة. ايه ده ازاي؟ مش احنا قلنا الولد اللي محمد فكر صاحبه بيه؟ مش احنا قلنا ان هو طويل وعريض هو وصفه بس؟ قال لي الجغرافيا مش بتوصف بس بقى، دي تيجي تحلله بقى. ده الواد الطيب او الواد الشرير اللي لون عيونه كذا، اللي لون عيونه خضرة، اللي كان لابس تيشيرت اصفر ولابس بنطلون جينز، فضلت ايه، حللت لي الشخصية مثلا، وصفت الديتيلز بتاعت الشخصية، كل حاجة خاصة بيها. هي دي الجغرافيا. فدلوقتي في حديثا بتبدأ انها تدرس وتحلل كل حاجة، اذا كانت ظواهر طبيعية زي جبال، هضاب، سهول، بتدرس ظواهر بشرية، هنعرف دلوقتي زي ايه، وتوضح العلاقات المكانية بينهم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ زي ان انا الظواهر الطبيعية انا جيت وجبت صحراء. ايوه، الجغرافيا بتعمل ايه في الصحراء دي؟ الجغرافيا بقى بتبدأ انها تشوف الصحراء دي مساحتها قد ايه. طب هي الصحراء دي بتطلع نبات ولا لا؟ نبات طبيعي. طب هو النبات الطبيعي اللي بيتزرع فيها نبات ايه؟ طب هو الحيوانات البرية اللي عايشة فيها نوعها ايه؟ هو الحيوانات دي ايه كمان؟ يبقى بتبدأ انها تحلل الايه؟ الظاهرة الطبيعية. ادي اول حاجة عندي في التعريف. طب بعد كده بتبدأ تدرس وتحلل الظواهر البشرية. لحظة، يعني ايه الظواهر البشرية؟ مش في ناس بتروح تعيش في الصحراء زي ما احنا كنا بنقول عليهم كده البدو؟
ببدأ أشوف الناس اللي بتعيش في الصحراء دي، هم عددهم قد إيه؟ طب هم متعلمين ولا مش متعلمين؟ طب هم لو متعلمين تعلمهم إيه؟ عارفين انتوا اللي هو ايه، بتبدأ الجغرافيا تتدخل في التفاصيل، في كل التفاصيل اللي ليها علاقة بكل حاجة. يبقى انا كده بعمل ايه؟ انا بدرس وبحلل الظواهر الطبيعية والبشرية، وببدأ اشوف هي الأولى ممكن الشخصية دي تأثر على الأرض اللي هو عايش فيها، أو البيئة تأثر على الإنسان. هي كده العلاقات الإيه؟ المتبادلة اللي بينهم. فيها صعوبة كده لتعريف حديثا؟ لا تمام. تمام لحد هنا؟ ماشي. محمد الشيخ، ازيك يا محمد؟ بما اني مسلمتش عليك. تمام. طيب احنا عمالين نقول جغرافيا حديثا، جغرافيا قديما، هو ايه اهميتها؟ هو احنا ليه اساسا بندرس الجغرافيا؟ انا وجه الاستفادة ايه؟ حد يقول لي كده ايه وجه الاستفادة من الجغرافيا اللي هو عمال يدرسها دي، اللي عمالة تحلل لي كل حاجة في الحياة؟ حد يقول لي ايه اهميته غير الكلام اللي مكتوب ده؟ عشان بص هو كلام مجعلص بس هو سهل جدا، بس حد يقول لي كده ايه الكلام بقى، ايه قصدي، ايه اللي ممكن يعرفه عن اهمية الجغرافيا؟ الميكروفون معاك، اي حد عايز يفتح يفتح، اتفضل. ما شاء الله، الجغرافيا اللي بندرسها طول حياتنا دي كلها ايه اهميتها؟ محمد ملك، ما محمد، اي حد، يلا حبيبة اتكلموا. انا كنت حبيبه كانت هتفتح المايك وتتكلم، ممكن ترجعي تفتحي المايك تاني وتتكلمي عادي. طب تمام، شكرا، شكرا جدا والله، اجابات كلها في منتهى الروعه، عظمه، عايش يا شباب. هرجع انا بقى تاني، هقول انا ايه اهميه الجغرافيا. الجغرافيا دي بتبدا انها تدرس التفاعل بين الإنسان والبيئة. أيوة، يعني إيه تدرس التفاعل بين الإنسان والبيئة؟ حد عارف حاجة زي إنها تدرس التفاعل بين الإنسان والبيئة دي ممكن تكون زي إيه؟ يعني مثلا اللي هو حاجة متشابهة بين الإنسان والبيئة، الزراعة، أي حاجات زي كده. صح، يعني عايش. الإنسان مش إحنا الاثنين؟ يتفاعل من البيئة اللي هو فيها. عاش، برافو. طب ما بنتكلم اهو يا جماعة، الله، صح. أنا يبقى انا تدرس، أصلا من ساعتها والمايك مقفول. تمام. لا اتكلم وافتح معاك، حاول ان انت تشوف يعني ايش. تمام ماشي، عاش. طيب يبقى التفاعل بين الانسان والبيئة زي ايه؟ زي ان انا دلوقتي عندي ارض زراعية، مش الانسان ده بيروح يزرعها بيطلع لي محاصيل؟ فكده الانسان بيأثر على البيئة، بيتفاعل مع البيئة. الإنسان عايز أروح أفتح مصنع، مش لازم عشان أفتح مصنع يكون عندي موارد طبيعية، فبروح أخد من البيئة حديد، فأروح أفتح مثلا حديد، مصنع حديد وصلب، هروح مطلع نحاس، فهروح أفتح، أروح أعمل تبع الأسلاك الكهربائية. فأنا كده البيئة ببدأ إن أنا أتفاعل معاها، بطلع الموارد الطبيعية بتاعتي منها وببدأ أفتحها في مصنع. فكده بيحصل تفاعل بين الإنسان والإيه؟ والبيئة. تمام. طيب لو في حد مش فاهم حاجة ممكن يوقفني ويقول لي، مفيش مشكلة خالص. ماشي. طيب بعد كده قال لي إن الجغرافيا مش بتقف على كده بس. إيه ده، أمال هي بتعمل حاجة تاني؟ آه يا عم، دي كمان بتبدأ تشوف المشاكل وتحلها، المشاكل اللي بيتعرض لها الإنسان، وبتبدأ إنها تروح تحلها له. إيه ده، إزاي يعني؟ عندنا مشكلة بتحصل كل سنة، عارفين هي إيه؟ الفيضان.
أزمة بتحصل كل سنة قبل ما كنا بنعمل السد العالي، كان عندنا مشكلة الفيضان، وإن الدنيا كانت بتتغرق والبيوت بتتغرق والشوارع، وكانت المحاصيل بتبوظ وفي بيوت بتقع، كانت خراب. بدأت إن الجغرافيا تكتشف السد العالي، وإنها تروح بانية السد العالي في منطقة ضيقة من الإيه؟ من النهر، من حيث يعني إن المية لما تزيد تخبط في الإيه؟ في السد ده وتخزنه. عاش، يعني كده الجغرافيا بدأت إنها تشوف إيه المشاكل اللي بيتعرض لها الإنسان أو البيئة، وبتبدأ إنها تديله كمان حلول إن هو يحلها. طيب هي الجغرافيا بتعمل إيه تاني؟ قال لي الجغرافيا مش بتقف على كده، أمال دي ليها كمان دور مهم في حياة الإنسان واستثماره للموارد الطبيعية والتخطيط العمراني. زي إيه؟ زي إن أنا دلوقتي، مش إحنا جينا قلنا عشان نفتح مصنع هنحتاج إن إحنا مثلا يكون عندنا منجم ذهب، أو يكون عندنا حديد، أو يكون عندنا نحاس عشان نقدر إن إحنا ندخله المصنع ده ويتحول، يتحول المادة الخام بتاعته، ولا مش هنبقى محتاجينهم؟ محتاجين. طب مين اللي هيقول لنا على مكان المناجم؟ هو انا عشان اروح اشوف منجم في مكان معين زي منجم الذهب او الخلال ايه؟ ها في الأرض علم الجغرافيا ايه؟ اللي هو بيوضح لنا الأرض، علم الجغرافيا ماشي، برافو، تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف المكان اللي موجود فيه المنجم، اعرف منين اللي هو في المكان الفلاني؟ من بطن الأرض، من ايه؟ باطن الأرض اللي هو لما مثلا يستخرجوا الحاجة من تحت الأرض. ماشي، في حاجة كمان، مش في الخريطة؟ مش الخريطة دي هي اللي بتقولي عن الأماكن؟ مش وأماكن إحنا بنشوف الخريطة انتشار بس؟ أهي المواد، عندي المواد خريطة، برافو. يبقى أنا الخريطة دي هي اللي بتقولي إن أنت عندك هنا ذهب، عندك هنا حديد، بتبدأ تعرفني على الأماكن اللي موجود فيها الإيه؟ الحاجة بتاعتي، المناجم بتاعتي. يبقى أنا كده بستغل الجغرافيا، أو ليها دور مهم في إنها إيه؟ في استثمار الموارد الطبيعية، زي المناجم بتاعتي، زي حديد، زي الذهب، زي الفوسفات، زي كل المناجم، زي النحاس. طيب والتخطيط العمراني؟ يعني إيه تخطيط عمراني؟ هو أنا ينفع أبني بيت من غير ما يكون المهندس رسمه؟ ينفع؟ زي ما بنشوف كده بالظبط، زي ما بنشوف كده لما بنلاقي مكان لسه بيتبني، او كوبري من الكباري اللي بتتبني دلوقتي، او حتى لما بنشوف بيت او عمارة بتتبني او مصنع، بنلاقي كده بوستر كبير مرسوم فيه المكان ده، صح؟ اللي هو ايه؟ فكرة للتخيلية للمكان اللي هيتعمل. فبالظبط المهندسين مش هيقدروا، لازم يرسموا لي المكان، لازم يكون عندي فكرة عن المساحة بتاعة الأرض. فأنا خلاص الجغرافيين أو المهندسين بيبدأوا إن هما ياخدوا المساحة بتاعة الأرض دي، وإن هو يدوها للمهندس يبدأ إن هو يرسمها علشان يديها للناس اللي هتبني البيت، أو هتبني مدرسة، أو هتبني مصنع، أيا كان الشيء اللي احنا هنبنيه. يبقى أنا الجغرافيا بت إيه؟ قال لك بتساعدك كمان في الحتة دي، دي بتعمل حاجات كتير جدا. اه مش بس كده، انتوا عارفين كمان بتعمل حاجة تانية مهمة اوي. احنا متفقين الجغرافيا هي الاساس، وان عارفين، عارفة اللي هو بنت عم التاريخ كده، زي ما احنا اللي هو ما ينفعش الاتنين يسيبوا بعض. ايه ده، هي الجغرافيا بتخدم التاريخ؟ طبعا. ازاي بقى؟ لما بنشوف قصص
اي حاجه بناخدها في التاريخ لازم نلاقي خريطه، زي بالظبط كده محمله الفرنسيه، ان احنا طلعنا من طولون من فرنسا هو في ثالثه اعدادي كده، مش كان في خريطه؟ بتقول لكم ان انتوا طالعين من طولون، من طولون اللي في فرنسا رايحين الاسكندريه في مصر، قال لك اه صح كنا بناخدها. فبالتالي الجغرافيا هي بتخدم العلوم كلها حتى التاريخ، وهنعرف كمان بتخدم ايه، بس نتقل شوية تاني. ماشي لحد هنا في اي صعوبة؟ تمام. تمام. طيب مش احنا بنشوف الارض وبنشوف الجبال وبنلاقي الجبل فوقيه تحتيه ميه وبنلاقي فيه سهول وكمان بنلاقي الكواكب، وبنبقى عاوزين نعرف هو الكواكب دي اتعملت ازاي، ازاي الكواكب بتلف حوالين بعض، ازاي النجوم، كل الحاجات دي بنشوفها. كل ما بندرس حاجة من الحاجات دي بنفضل نقول سبحان الله بجد، هو ازاي الجبل ده كده، ازاي في مياه تحت الجبل، طب هو ازاي الكون ده مخلوق بالطريقة دي. فاحنا كل حاجة بندرسها بجد اللي هو ايه بتزود ايماننا بالله، يعني عارفة انت سبحان الله اللي هو بتزود ايمانك بالله بكل حاجة انت بتشوفها. من خلال الجبال الحياة اللي احنا عايشينها حاليا، ففي كل حاجة بنقول سبحان الله يعني، فالجغرافيا هي بتزود إيماننا. تمام الدنيا تمام لحد هنا. تمام. ماشي تمام. انت دلوقتي درسنا ايه؟ درسنا الجغرافيا وأهميتها صح؟ طيب هي الجغرافيا دي احنا لما الرحالة ولما كان العلماء بيجمعوا لي كل حاجة ويفضلوا يكتبوا لي على ورق، بقى عندي ورق كتير قوي قوي قوي، الدنيا داخلة في بعض. جم بقى العلماء دلوقتي قالوا لك بس ما ينفعش كده، امال هتعمل ايه يا باشا؟ قال لك احنا لازم نرتب الدنيا دي. هترتبها ازاي؟ نبدأ نقسم جغرافيا طبيعية، اللي ليه علاقة بالبشر هنحطه تحت بند الجغرافيا البشرية عشان نبدأ نرستق كده الدنيا ونبقى منظمة، والناس اللي هتذاكر أو تعرف جغرافيا وتحب إنها تتعلم جغرافيا تبقى فاهمة الكلام ده. قال لك طب حلو قوي ماشي، يبقى أنا كده قسمت الجغرافيا لكام فرع؟ قسمناها لكام فرع؟ فرعين 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 اهي، الطبيعية اهي والبشرية زي ما احنا شايفين في الصورة اهو، الجبال والمناظر الطبيعية والبشر. بس عارفين احنا ما قسمناهاش لاتنين بس، قال لي بعد ما خلاص قسموا الحاجات اللي ليها الحاجات اللي ليها علاقة بالطبيعة مع الطبيعة، والحاجات اللي ليها علاقة بالحاجات البشرية حطوها، لقوا كم حاجة كده هي بتجمع بين الجغرافيا الطبيعية وبتجمع بين الجغرافيا البشرية. فضلوا محتارين هو احنا هنحطها فين؟ مش عارفين. فراحوا قالوا بس احنا ما عندناش غير حاجة واحدة، نعمل ايه؟ نطلع كده عنصر من هنا ونكتب ايه؟ فروع أخرى للجغرافيا. تمام يبقى انا كده بقى عندي فروع تانية هي بتجمد، هي ميكس كده خليط بين الجغرافيا الطبيعية وخليط بين الجغرافيا الايه البشرية. تمام. طيب ايه بقى الجغرافيا الطبيعية دي؟
يعني ايه جغرافيا طبيعية؟ ندور ايه حاجة اللي هي تقريبا بندرس فيها، اللي بندرس فيها الظواهر الطبيعية بس. ندرس فيها الظواهر الطبيعية بس، كل حاجة خلقها ربنا. تمام، برافو، عاش. ايه كمان؟ والتضاريس كان في حد قولي يا حبيبة. وبندرس فيها التضاريس والمناخ والنباتات. عاش، صح، برافو. يبقى الجغرافيا الطبيعية دي كل حاجة خلقها ربنا، جبال، هضاب، السهول، اللي هو احنا كل الحاجات دي بنسميها تحت كل الحاجات دي او تحت عنوان الجغرافيا البشرية. انا عندي اتنين هنا ما سمعتش صوتهم، تاني ما هو تقريبا محمد الشيخ، انا ما سمعتش صوتكم خالص، في صمت رهيب كده. عاش، افتحي افتحي المايك، مراقباك.